ده كان في سنه 80 برضو. كنت انا والكابتن عادل مأمور والكابتن اكرامي ضمن هذه المجموعه. والمجموعه دي قول لنا برضو الاسماء اللي موجوده في منتخب مصر. الاسماء يمين وقوف من اليمين كابتن الكباتن طبعا كلهم فتحي مبروك، محمد صلاح، سعد صليط، ياسر محمدي، سامي منصور، ثروت فرج، محمد عامر، محمد عمر، اتحاد، اسامه خليل، ماهر همام، عادل مأمور، اسامه السطوح. الجلوس من اليمين برضو مسعد نور، الجارم، سعيد الشيشيني، احمد ابو رحاب، محمود سعد زمالك، احمد عبد الحليم زمالك، مختار اهلي، شوقي غريب محله، محمد بدير منصوره، اكرامي النادي الاهلي. انا بس اللي لافت نظري ان المنتخب مش اهلي وزمالك بس، لا 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 لا، ده كمان احنا عندنا لعيبه نجوم من الاقاليم، محله، اتحاد، سعيد شيشيني، مقاولين، احمد ابو رحاب، اسكو، منصوره، وعندنا منصوره واسكو، احمد ابو رحاب فرج واحمد ابو رحاب اسكو وثروت فرج وانا وبدير وسعد صليط. يعني من ضمن الصور حلوه. هنا بقى نيجي عند مباراه الاعتزال. كابتن اصحاب الفضل عليا، كان طرف مباراه الاعتزال الكابتن سطوحي، كان الاهلي والمنصوره. بقول لك اصحاب الفضل عليا، النادي الاهلي كان في الظروف دي عنده بعض المباريات الدوليه في افريقيا، كان مشغول يعني، كان مشغول وما كانش هناك وقت. وكان الكابتن الله يطمنا عليه كابتن صلاح حسني، كان مدير الكره، كان مدير الكره وقتها. رحت للكابتن صلاح وقتها. كابتن صلاح حسني ده لن انساه، لانه كان زميل ليا في كليه التربيه الرياضيه، كان هو في سنه رابعه وانا في سنه اولى، وكنا بنلعب ضد بعض. وبعدين جه هو خلص واشتغل في النادي الاهلي مدير اداره، انا عايز اعمل ماتش اعتزال، الجمهور ده كله مش هيجي، مال الملعب مش هيجي لما يجي عشان الاهلي، عشان انا كمان استفيد ان انا ابيع، وبعدين استفيد ان انا يبقى ليا ذكرى حلوه متسجله مع النادي الاهلي، وكمان حضور الجماهير. انت عايز تاخد الاهلي طرف عشان تضمن نجاح اليوم ده. فجالي النادي الاهلي ولعبوا معايا، فكان تكريما ليا ان انا اتصور معاهم في وجود ثابت البطل. جيل الاهلي اللي لعب مباراه الاعتزال، شايفك واقف جنب كابتن ثابت البطل الله يرحمه. انا وثابت موجود، الكابتن محمود صالح، ايوه، حمدي ابو راضي، ايوه، محمود صالح، ضياء، محمد سعد، بدر رجب ده، ده كابتن علاء عبد الصادق، علاء عبد الصادق، عمرو انور، ايوه، خليل، طارق خليل، خليل، بدر رجب، كابتن بدر رجب. الصوره اللي بعد كده شايف بقى مع نجوم الاهلي والزمالك. لا لا لا، الصوره اللي بعد كده هي دي الصوره اللي معانا الاول. ده الجيل بقى اللي جيل المنصوره برضه، اللي انا دول مرتبط بهم نفسيا وروحانيا. ده كابتن البابلي، ده كان راس الحربه اللي سجل في مباراه الاهلي، كان بيجيب لنا لا اهلي والزمالك، وبيجيب في كل الفرق، واسمه ده ترسانه وي ده البابلي. وده بدأ وحموده، ده هو وسعد الصيت، كانوا انت عارف النحله اللي بتجري في نص الملعب، واحد فيهم له شق دفاعي، واحد له شق هجومي. بدأ وكان هجومي، وسعد الصيت كان دفاعي، وكان الشال في وسط الملعب هو المهاره اللي بيصنع لك كل حاجه، المايسترو بتاع الملعب. احنا كنا متقسمين، وده كابتن سعد صليط اللي هو، ايوه، شافك في سوق دي في احدى المعسكرات، كنا في المعسكرات وكنا في اوضه اللبس، وكان دايما احنا بنعتمد على نفسنا، ما معناش سوري ما معناش عمال لبس، فحاجتك انت تعملها بنفسك، تغسل هدومك وترتب هدومك وتعمل جزمتك لا مؤاخذه وتعمل حاجتك وبتاع، هيلب يور سيلف يعني. كابتن سعد صليط كان نجم كبير، يا كان يا حكايه. كابتن اسامه، لما لو كان لنا مقدر ان اللي عاشر سعد صليط ما ينساهوش، ربنا يرحمه يا رب. لا 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 لا، ما ينساهوش كانسان قبل الكوره وفي الكوره طبعا. في معلومه ما حدش يعرفها، ان كابتن سعد صليط اللعيب الوحيد اللي لعب اكتر واحد في نادي المنصوره، لانه لعب قبل ما احنا نطلع، ولعب بعد ما بطلنا وعملنا ماتشات اعتزال، يعني مستمر، حضر اجيال كتير.